السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في محاضره الالكترونيك المرحله الثالثه حول التشبيشيف فلتر احنا في المحاضره السابقه اه تكلمنا عن الفتر وورد فلتر كاحد انواع الفلاتر او انظمه الفلاتر المحدده طبعا اليوم نتحدث عن التشبيشيف فلتر اللي هو ايضا نوع اخر من انواع الاكتف فلترز واللي باستخدام خصائصها ومميزاتها ممكن تصميم اكتف فلتر. الشبيشيب فلتر لو تذكر انه الباتر ووث فلتر يتميز بانه الريسبونس ال... ال... خلال ال... الباس باند تكون فلات بقدر باكثر قدر ممكن يعني ما ما تعاني من الذبذبه او الريبلينج خلال الباس باند. وبالتالي هذا ممكن ان يعطينا فلات ريسبونس خلال الباس باند. اما الشبيشيب فلتر الشبيشيب فلتر اللي يميزه هو يختلف عن البتر فلتر في انه آه, الباس باند اوكي ما يتعامل مع الريبلنج، اكو ريبلنج بالباس باند، ماكو مشكله. لكن شنو اللي يميزه؟ يميزه ان الرول اوف مالته ما هو اقل بكثير او اكثر انحدار بكثير من البتر وورث فلتر. لو تلاحظ هسه هنا برسم التوضيحي لانواع للريسبونس انواع الفلاتر بتر وورث البيسل التشبيشيف تشوف انه التشبيشيف يتميز برول اوف بمعدل انحدار اكثر حده من بقيه انواع الفلاتر. طبعا هذا معدل انحداري يخدمنا بصوره اساسيه بانه اذا ردنا نوصل احنا شنو اللي يهمنا من الفلتر؟ اذا تذكرون اللي يهمنا من الفلتر انه المفروض عند الباسباند عند الباس باند عند حد القطع الكريتيكال فريكونسي اريد انا يقطع ما اريد اي اشاره يعني بعد او فريكونسي عبرلي طبعا هذا معناه انه كلما كان رول اوف ريت اكثر حده كلما كان افضل فبما انه تشيبشيف هو يمتلك اكثر رول اوف ريت الاكثر حده فهذا معناه انا ممكن اصمم فلتر باستخدام اوردر اه او عدد اقطاب اقل مما لو كانت في البتر وورث فلتر وايضا يعني يقلل من الكومبلكسيتي مال السيركت لو لاحظ هذه الريسبونسز للتشيبيشيف Chebyshev فلتر تلاحظ هنا انه هذه هنا عند عندما تكون الاوردر مال الفلتر اربعه بما معنى اربع اقطاب وهنا الان تساوي خمسه الاوردر يعني وعدد الاقطاب يساوي خمسه هنا راح تبرز عندنا مفهومين في Chebyshev مفهوم انه الاود نمبر اوردر والايفن نمبر اوردر يعني الاوردر الفردي والاوردر الزوجي يعني عدد الاقطاب اذا كان فردي واذا كان زوجي. في حاله اذا كان عدد الاقطاب فردي فهذا معناه انه دائما عندما المجنيتيود في حاله اذا كان الاوميجا يساوي صفر يعني المجنيتيود t اوف صفر هو يساوي واحد دائما. اما في حاله اذا كان عدد الاقطاب زوجي فالمجنيتيود عندما يكون الاوميجا هو يساوي صفر راح يكون هو مساوي لهذه المعادله واحد على تحت الجذر واحد زائد إبسيلون تربيع. هذا معناه يعاني من اقل ماجنتيود موجود خلال الباس باند هذه نقطه النقطه الثانيه هنا الريبلينج اللي موجود في الباس باند اللي احنا قلنا هو هذا بتشيف بتشيف موجود بالباتر ما موجود الريبلينج اللي موجود بالباس باند هو يعني معناه الاقطاء عفوا القمم والقعور يعني خلينا نقول انه حدود الريبلينج او عدد القمم هو مساوي لعدد الاوردر او مساوي لعدد الاقطاب فمثلا هنا عندما يكون الاوردر يساوي أربعة هذا معناه احنا انه احنا راح نختبر اربع قمم وقعور هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة وعندما يكون عدد الفلت الطاب عفوا يساوي خمسة فهذا معناه راح نختبر احنا خمس قمم وقعور فواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا عدد التموجات خلينا نقول أو عدد القمم والقعور أو القيعان هو مساوي للأوردر مال الفلتر أو هو مساوي لعدد الأقطاب طيب نجي هسه إلى المعادلات الخاصة بالتشيبيشيف فلتر هنا أنا عندي عندما تكون آه هذا طبعا ريسبونس لتشيبيشيف فلتر في حاله خلال الباس باند يعني من الاوميجا يساوي صفر الى الباس باند حد الباس باند اللي هو الكريتيكال فريكونسي الى الاوميجا بي يعني عندما يكون الاوميجا اصغر او يساوي الاوميجا بي هذا معناه خلال الباس باند فمعادله الماجنتيود راح تكون بهذا الشكل التي اوف جي اوميجا يساوي واحد على تحت الجذر واحد زائد ابسلون تربيع كوساين تربيع وافتح قوس ان كوساين انفيرس اوميجا على اوميجا بي هذا في حالة داخل أو خلال أو ضمن الباس باند أما خارج الباس باند يعني عندما تكون الأوميجا أكبر من الأوميجا بي يعني هذا كل الحكي خارج الباس باند فراح تكون الماجنتيود هو راح يكون بهذه المعادلة اللي هي واحد على تحت الجذر واحد زائد إبسلون تربيع هايبربوليك كوساين تربيع افتح قوس ان هايبربوليك كوساين أوميجا على أوميجا بي أما عند الحد هذا عند حد الباس باند اي عند الاوميجا بي يعني عندما الاوميجا تساوي اوميجا بي راح تكون المعادله بهالشكل لاحظ انه هذا الحد هو يمثل الماجنتيود عندما تكون على حد الباس باند يعني على الاوميجا بي ويساوي واحد على تحت الجذر واحد زائد ابسلون تربيع هذا معناه انه الابسلون هي تحدد الاي ماكس بهذه المعادله الاي ماكس يساوي عشرة لوغاريتم تحت الجذر واحد زائد ابسلون تربيع وكذلك الاي ماكس ايضا بمعادله عكسيه يحدد الابسلون بهذه المعادله الابسلون يساوي تحت الجذر عشرة اس اي ماكس على عشرة ناقص واحد وايضا عند اذا اردنا نطلع الاتينويشن الاتينويشن هو معناه عند المعادله للماجنيتيود تكون عندما يكون الاوميجا اس يساوي الاوميجا او يعني على حد القطع على حد الاوميجا اس فالاتينويشن راح يكون الاي اوف اوميجا اس يساوي 10 لوغاريتم افتح قوس 1 زائد ابسلون تربيع هايبربوليك كوساين تربيع افتح قوس ان في هايبربوليك كوساين انفيرس اوميجا على اوميجا بي طبعا من هذه المعادله هذه معادله الاتنويشن احنا نقدر نطلع الاوردر آه مال الفلتر الاوردر مال الفلتر اللي هو الان يعني نقدر نطلع قيمه الان اللي هو يمثل عدد الاقطاب وبالتالي هو يمثل الاوردر مال الفلتر طبعا باستخدام الحاسبه الكالكوليتر آه ممكن انه بوجود القيم للاوميجا اس والابسلون وغيرها والاوميجا على بي هذه القيم ويبقى عندي مجهول بس الان ممكن انا اطلع قيمه الان وهذه قيمه الان اللي هي المفروض انه هذه آه اللي هي الاوردر مال الفلتر اللي المفروض تكون اقل عدد صحيح يحقق لي المعادله هذه اللي موجوده اللي هي اي الاوميجا اس يعني الاتنويشن المفروض يكون اكبر او يساوي الايمن اقل عدد صحيح يحقق لهذه هذه المعادله هو معناه هذه هي قيمه الان وبالاخير ايضا اقدر اطلع قيم الاقطاب اللي انا طلعت عدد الاقطاب لكن اريد اطلع قيم الاقطاب اطلعها من هذه المعادله اللي هي البي كي يعني القطب قطب ما يعني بول يساوي ناقص اوميجا بي ساين ناقص 2K, uh, 2k 1 على n في باي على 2 uh, وهايبربوليك ساين 1 على n هايبربوليك ساين انفيرس 1 على ابسيلون هذا كله زائد جي اوميجا بي كوساين 2k 1 على n في باي على 2 هايبربوليك كوساين 1 على n هايبربوليك كوساين انفيرس 1 على ابسيلون طبعا هذه المعادله طويله هي ولكن يعني عاده في الامتحان اسمح للطلاب بادخالها معهم يعني لان طويله الـ يعني وما تنحفظ بسرعه فهذه المعادله هي اللي تطلع لي قيمه البول طبعا الكي هنا يمثل عدد يعني p 1 هو القطب الاول p 2 القطب الثاني وهكذا يعني الكي هنا تمثل نمبر او عدد القطب. بعد ان طلعنا عدد قيم الاقطاب اكيد نعوضها في معادله الترانسفير فانكشن العامه للتشبيشيف فلتر التي اوف اس اللي تساوي الكي في الاوميجا نوت اس ان لان هنا عدد الاقطاب والكي هنا يمثل الدي سي جين هذا يعطى ايضا على ابسلون تربيع عفوا ابسلون في 2 اس ان ناقص واحد الان ايضا يمثل عدد الاقطاب هنا, هنا او اوردر الفلتر افتح قوس اس ناقص بي 1 اس ناقص بي 2 الى يعني كم جذر عندي كم قطب هنا الاقواس هي تمثل عدد الاقطاب آه اللي طلعتها هذه المعادلات الخاصه بالتشيبيشيف فلتر ونجي هنا هسه الى الديزاين بروسيجر اللي شلون نحل السؤال اللي يجينا او شلون نصمم تشيبيشيف فلتر طبعا الخطوات هي الخطوات الاساسيه الاربعه اللي موجوده بالبتر وورث فلتر اللي هي اولا حدد الابسلون نطلع قيمه الابسلون ومعادلته موجوده ثانيا نطلع قيمه الاوردر نطلع عفوا الـ يعني الاوردر المطلوب اي معنى بمعنى قيمه الان نطلعها والان مثل ما قلنا نطلعها من معادله الاتنويشن باستخدام الحاسبه مجهول واحد فقط الان نطلع قيمه الان اللي هي اقل عدد صحيح يحقق لي معادله انه الاتنويشن لازم يكون اكبر او يساوي الايمن وطلعنا قيمة طلعنا الاوردر اي عدد الاقطاب بعدين نطلع قيم هذه الاقطاب باستخدام المعادلة الطويلة اللي ذكرتها قبل شوية طلعنا قيم الاقطاب انه بعدين نطلع transfer فانكشن بتعويض قيم الاقطاب بها طبعا هنا هذه ملاحظه تقول انه بما انه التشيبيشيف فلتر يتميز برول ريت اقل او اكثر انحدار من البتروث فلتر هذا معناه انه راح يستخدم اقطاب اقل الاوردر مال الفلتر راح يكون اقل وبما هذا يخدم كله في انه الكومبلكسيتي مال السيركت راح تكون اقل وتكون ابسط فبالتالي باستخدام طبعا نفس البارامترات الاي ماكس وغيرها من البارامترات وهذه البارامترات نطبقها مره على البتر وورث فلتر مره على التشيبيشيف فلتر راح نلاحظ انه التشيبيشيف فلتر الاوردر مال الفلتر راح يكون دائما اقل من البتر وورث فلتر بس خلينا ناخذ مثال هذا المثال طبعا هذه نفس البارامترات اللي طبقناها في المثال البتر وورث فلتر يقول find the Chebyshev transfer function that meets the same low pass filter specifications given in example 2 namely هذا هنا b بي الاف اوف بي يعني هو omega بي نفسه يساوي 10 كيلو هرتز الاي ماكس 1 ديسيبل الاف اوف اس اللي هي omega اس نفسها تساوي 15 كيلو هرتز والاي يساوي 25 ديسيبل والدي سي جين يساوي 1 الدي سي جين هنا بما معناه هو k فنجي بالبدايه مثل هذا البروسيجر الموجود نطبقه بالسره فنجي بالبدايه نحدد الابسلون وبما انه الاي ماكس هو 1 ديسيبل نعوضه في هذه المعادله اللي امامكم راح يطلع لي قيمه الابسلون هي خمسة او 8. بعد ما طلعنا الابسلون هسه شو نسوي؟ نطلع الان نطلع الاوردر مال الفلتر والاوردر مال الفلتر يحتاج ان نطلع انه هذه المعادله اللي هي معادله الاتنويشن attenuation طبعا آه موجود يعني آه طلع نعوض قيمه الان attenuation ونلاحظ انه هنا ممكن تعويض بالتجربه والخطا يعني بالبدايه نعوض قيم للان ونشوف تحقق المعادله اللي هي تقول اي اوف اس اكبر او يساوي الاي من لو لا فمثلا اذا اختارينا هنا الـ n تساوي 4 راح يطلع لي الـ a اوف اس يساوي 21.6 ديسيبل ال 21.6 ديسيبل هو اكبر او يساوي الايمن لا الايمن هنا 25 ال 21.6 هي مو اكبر او تساوي ال 25 نجي اذا نصعد نختار الان تساوي 5 ونحطها بهذه المعادله راح يطلع لي الاي اوف اس 29.9 ال 29.9 هي اكبر من ال 25 ديسيبل؟ نعم اكبر فاذا هذا معناه انه اقل عدد صحيح حقق لي معادلة أنه الأي A of S أكبر من الأي هو الخمسة لأن الأربعة ما يحقق لي إذا هو الخمسة فإذا هنا معناه أنه هذا الفلتر هو من الأوردر الخامس بما معناه أنه موجود خمس أقطاب طبعا هسه بما انه عرفنا انه الاقطاب هي خمسه نبدا نعوض بمعادله الاقطاب بدءا من القطب رقم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهكذا راح تطلع لي الاقطاب البي 1 والبي 5 خلي بالك انه الاقطاب دائما تجي في ازواج كوبلكس كونجيكيت يعني اذا آه, طلعت البي1 ماكو داعي تطلع البي5، البي5 هو عكس الاشاره راح يكون. فالبي 1 والبي5 هو اوميجا بي آه, هذا الموجود زائد ناقص يعني معناه ان ذني قطبين بس واحد عكس اشاره الثاني هنا. أنا. ايضا طلع البي2 والبي2 آه, راح يقابلك كومبلكس كونجيكيت البي4، واحد عكس اشاره الثاني البي2 والبي 4 يطلعان بهالشكل وتبقى عندي واحد مفرد اللي هو البي 3 اطلع معادلته راح اشوف انه هو ما بي جزء تخيلي اذا هو مو كومبلكس كونجيجيت راح يجي هو ريل نمبر راح يطلع بهالشكل اجي اعوض هسه هذني الاقطاب في معادله الترانسفير فانكشن فراح تطلع لي بهالشكل تي اوف اس بما انه الكي تساوي واحد لانه دي سي جين الاوميجا بي طبعا نقدر احنا نعوض الاوميجا بي بس هنا أنا لغرض المثال يعني ما عوضناها الاوميجا بي اس 5 ونعوض الأبسلون في 2 اس ان ناقص 1 هذا رقم وهذه الاقطاب لو تلاحظها اللي موجوده امامك هذه المعادله عندما تكون الاوميجا بي طبعا اذا تريد تعوضها الاوميجا بي هي 2 باي في 10 اس 4 ريديوس بير سكند هذا هسه احنا طلعنا الترانسفير فانكشن للتشيبيشيف فلتر بطريقه مشابهه لطريقه البتر وورث فلتر